تناسب طردي كل ما كثرت المخالفات كلما ازدادت الحرائق. ركيزتين أساسيتين تنطلق منها فرص واحتمالات حصول الحرائق. نعم. هما الإهمال والتجاهل. جي. أما الإهمال فمفردة معروفة وواسعة التصور، كل ما أهمل أمر كل ما كان مؤداه إلى مشكلة. التجاهل هو اللي أعنيه. منين يتعانون أكثر، من التجاهل أو الإهمال؟ كلاهما كلاهما. التجاهل لا ليس من المقنع أن نقول بأنه الناس ليست بمستوى وعي كافي بمتطلبات الدفاع المدني. دليلي في هذا الطرق هذا الهائل بالإعلام وغيره والندوات الثقافية والدورات والعبر التي حدثت حوادث وكوارث كبيرة. لم يبقى أحد قاصي أو دان لم يفقه بأنه يجب أن تكون هناك متطلبات للدفاع المدني في أي موقع. بس عندنا مشكلة بالتنفيذ جناب اللواء. هنا أعني بالتجاهل. يعني الكل يعلم ما ينفذ لكنه يتجاهل، وهذه الطامة الكبرى. لذلك هذان أمران يتضافران ويتعاضدان دائما في أن يكونا سببا لحصول هذه الحوادث وتكرارها. و أؤيد ما ورد بالتقرير الاستهلالي لمراسلكم الكريم بأنه هذه السلسلة من الحرائق إذا ما بقيت الظروف والمناخات ماثلة كما هي فبالتأكيد فرص واحتمالات زيادتها. أمر هذا اللي دفعكم للتحذير بهذه الأيام، وأكثر من بيان من الدفاع المدني صدر، هذا التخوف من أنه يكون المشهد القادم فيه أكثر حرائق. التحذير ليس كاف بحد ذاته، لا عبرة في كلام لا تجد من يصغي إليه. يعني لما تنظر إلى خارطة ما موجود على الأرض تجدها مليئة بأسواق عشوائية، مخازن غير نظامية، مخزون غير نظامي، استشراء البناء بالسندويش بانل، استشراء التغليف بالأليكوبوند، تذبذب مصادر الطاقة، ما ملحق بالمولدات من تسليك عن كبوتي هائل، ثلاث مصادر للطاقة، المولدات والكهرباء الوطنية والمولدات الخاصة. معلوماتي تشير وتحدث في هذا الأمر في مناسبات سابقة بأنه في بغداد واحدة 19 ألف مولدة أهلية. في بغداد فقط في بغداد واحدة 19 ألف.